أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يقضي الإنسان مفاته من صلاة في الصغر وفي سنوات تقطع، وهل صحيح أن قضاءها في أحد الحرمين يعوضه عن ذلك؟ لا أدري ما مقصود السائل بالصغر، فإن كان مقصوده قبل البلوغ فإن الصلاة قبل البلوغ ليست واجبة على الصبي ولو كان ابن 10 سنين ولو أكبر، وعليه فلا قضاء. وإن كان مقصوده بالصغر بعد البلوغ فهو من ناحية الفقه والشرع ليس صغيرا، بمجرد أن يبلغ صار رجلا. طيب، الرجل لو كان تاركا للصلاة في أول عمره ثم تاب، هل يجب عليه أن يقضي؟ نقول: إن كان لا يصلي بالكلية فلا يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات، وهو عندما تاب رجع إلى الدين، ويرجى أن يبدل الله سيئاته حسنات. أما إن كان يصلي ويخلي، يصلي ويترك يصلي ويترك، فهذا على الراجح يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات، لأنه مسلم على الراجح فيقضي هذه الصلوات. كيف يقضيها وهي كثيرة؟ إن شاء جعل مع كل فرض فرضا، فإذا صلى العصر قضى عصرا، وإذا صلى المغرب قضى مغربا، وإذا صلى العشاء قضى عشاء، وإذا صلى الفجر قضى فجرا، وإذا صلى الظهر قضى ظهرا، ثم يستمر. وإن شاء جمعها بما يتيسر، فيقضي مثلا صلوات يوم كامل في الليل أو في النهار، له ذلك. هل صحيح أن قضاءها في الحرمين أفضل، أو أنه لو قضى بعضها في الحرمين أجزأت عن بقيتها؟ الجواب: لا، ولا ينبغي أن يؤخر حتى يذهب إلى المدينة أو إلى مكة، فإن الواجب عليه أن يقضي. ولكن لو جاء إلى المدينة وكان بقي عليه شيء وقضى في المسجد النبوي فطيب، لكن هل إذا صلى ظهرا يكون قد قضى 1000 ظهر كما يقول بعض العامة؟ يقولون: الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة، فأنا إذا صليت الظهر في المسجد النبوي كأني قضيت 1000 ظهر. هذا غلط وغير صحيح، هي صلاة واحدة، هي صلاة واحدة، ولكن الله جعل فضلها، أعني الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خيرا من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.